اوكي، قبل ما نبدا المقطع يا حبايب، فتحت لكم قناه جديده بعنوان مملكه الاسلام. يب يا حبايب، الرابط الوصف راح تشتركوا بيها. الاشخاص اللي يسوون نفسهم انهم ما يحبون الفضائح ويحبون المحتوى الهادف، خلينا نشوفكم انتم المسلمين. اشتركوا بالقناه، الرابط الوصف يا حبايب، روح اشتركوا بيها وشوفوا بيها محتوى خرافي، راح تصير بيها محتوى قصص واشياء عن الانبياء. روح اشتركوا بيها عمود تدعموني اني استمر بهذا المحتوى. الخبر الاول اللي عدنا عن قمر طاي يا حبايب والستوري اللي نزلته. الغريب الموضوع انه هي حذفته ورا ربع ساعه عشان تقول انه هي حيل تعبانه وللاسف ما قاعده تقدر تتفاعل ويانا، راح تحتاج فتره انه هي ترتاح بيها. وان شاء الله ترجع لنا بقوه وبعد ما راح ترجع تقطع، فما ادري انه بس احبكم وانتظروا شيء قوي، فالله يوفق خياره وان شاء الله ترجع لنا بسرعه وقت. واكتبوا لنا بالكومنتات ليش يتوقعون حذفت الستوري. اما بالنسبه لنورمار فنزل شويه ستوريات بهذه الستوريات دي يقول بيها انه شوية اعتذر عن تقصير مالته، بنفس الوقت يقول دي ينصدم الاشياء اللي قاعده تصير. يمكن قصد على رشا يا حبايب، لان اللي شاف المقطع السابق يعرف ان رشا طلعت وفضحت فريق نورمار وهاي اشياء. ويمكن سبب قمر طاي والتقاها ويا ايمو يا حبايب، فطلع المتابعين يوقفون وياه ويدعوا له يا حبايب، فالله يوفق خياره وان شاء الله يرجع لنا بسرعه وقت. وبنفس الوقت هو اعلن انه راح يصور لنا مقطع او ينزل لنا مقطع عن فتح هدايا عيد ميلاد مالته لما جاب تركيا. راح احطكم ستوريات ان شاء الله تكونوا خير. مساء الخير، انا اسف انا بعرف ما عم بتفاعل كثير، بس يا جماعه في شغلات كثير عم تجيني بهيك فعم تصدمني، ما حابب احكي لكم بس نفس الوقت ما اللي حابب احكي لكم لانه ما لازم احكي لكم بس لازم تعرفوا. مهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح ارجع مثل اولي واوى. انا هي مشكلتي اللي بحبها فيني اللي هي انا بتم قوي، بس جد انا مصدوم من باي، بس بالرغم من كل هيك راح احاول اتفاعل بقدر المستطاع. فاليوم ان شاء الله يكون عندنا ستوريات كثير وحركات. ماني طالب شيء منكم ابدا، طالب بس دعاكم يا جماعه، لانه هاي الفتره عم تعدي صعبه، فان شاء الله راح تنحل وتصير احسن. وليك انا هون جرح حالي صحيح. يا جماعه نسيت اقول لكم يوم الاثنين ان شاء الله راح انزل لكم فيديو هداياي اللي اجوني عيد ميلادي. تذكروا اجوني شغلات كثير فمصوره انا بتركيا وراح انزل لكم اياه يوم الاثنين ان شاء الله. راح تتفاجئوا في شغلات لانه غريبه. تاخرت بتنزيله بعرف، بس لانه حلو وفيه شغلات كثير غريبه هيك، لانه فيها هدايا شغلات جديده هيك جتني، فمشان هيك يوم الاثنين انقلت للسي الساعه اروح اخليكم جاي. ننتقل حاليا لوسام تكت يا حبايب والمقطع اللي نزله اللي صار يعلم من خلاله عن الاغنيه الجديده اللي راح ينزلها اللي راح تكون ديستراك على ياسو يا حبايب، راح احط لكم اياها شوفوها. فلقيتي غير وسام بدك يرجع اللي كان، تقولي نبدا صفحه جديده وكل شي راح بيكون تمام. خلي حالك لبعيد وابعدي كمان، خليكي عند الازاكي ما راح ترجع الايام. واضح بكلمات يا حبايب يقصد انه ريدر هو على اساس اذاها وانه هو تركها مدري شنو يا حبايب. طبعا هذا المقطع يا حبايب شوفوا هذا الشخص او هذه البنيه يا حبايب دزت لي شات وسام تكت ناشر ستوري الها كاتبه بي انه شنو مشكلتك بينك وبين ياسو اشرح لنا. هو كاتب له حرد هذا الشيء بالاغنيه، طبعا هو حاط ايموجي على اسم ياسو، ولكن هذه البنيه يا حبايب انا اعرفها، فهذه البنيه دزت لي محادثه حقيقيه هي كانت كاتبه لياسو. ففعليا الاغنيه الجديده يا حبايب راح تكون على ياسو مثل ما شايفين بالدليل طالع قدامكم نفس الصوره نفس الشخص. فقلت له حبايب بالكومنتات ايش قلتوا متحمسين لهذه الاغنيه اللي راح تنزل اللي راح تكون ديستراك على ياسو. ننتقل حاليا للتهجم اللي تعرضت له يارا يا حبايب بسبب تنزيل هذا التيك توك اللي كان هو بده تبوس به هي وكريستينا، وبنفس الوقت كان شويه من حجاب يارا يا حبايب طالع مثل ما شايفين شويه من حجابها طالع. هذا خلى كل الكومنتات يا حبايب ان هم يتهجمون عليها ويكتبوا انه شعرك طالع وانه هذه محجبه وشلون هيك قاعده تسوي، يتهجموا عليها ويسبوها. فقلت له حبايب بالكومنتات مثل ما شفتوا انتم على التيك توك هل استحقت التهجم اللي تعرضت له او لا؟ وعلى سيره التهجم يا حبايب فيميرا الحسين هم نزلت هذه الصوره نوعا ما شويه كانت ملابسها ضيقه بها، هذا خلى هواي من الكومنتات يتهجمون عليها اللي هم من فانزات محمد كريم اللي سبب انه هي تركت محمد كريم، كتبوا لها ايموجيات صراحه ويسبوها مثل ما شايفين. فاكتبوا بالكومنتات هل استحقت تهجم او لا. اسرد محمد كريم يا حبايب فهو نزل شويه ستوريات عن طبيب الاسنان يا حبايب، ولكن الشيء الغريب انه هو شال الفولو من اميره الحسين يمكن انطها بلوك مثل ما شايفين يا حبايب. طبعا السبب اكيد كلكم تعرفوا انه هو ترك يوم محمد كريم وهو ما يريد انه عن ما يتاذى ويصير يشوفها هوايه فشال الفولو عنها. فاكتبوا حبايب بالكومنتات شارك بالخبر وبس. لهم صوت المقطع لا تنسون تشتركون بقناه مملكه الاسلام وبس. جاك فايز زين، مع السلامه.